جاوبتي ايضا على المضامين الورقيه، هذا النقاش كنا تناقشناه حنايا، واش نديروا الرقمنه فقط، نديروا الرقمه كانوا هذاك لي هذوك المضامين هذوك لي بروشور كانوا ايضا في لو سيت، قلت لك تيليشارجيهم بالكيو ار كود، كانوا بالرقمنه وكانوا بالورق. انا مشيت لواحد الدوله في الشرق الاوسط ما نسميهاش، ما بغيتش نعطي السميات، لي من التطور في الدول في الخدمات الرقميه العموميه، كل شيء المواطنين ديالها عنده التليفون، كل شيء المواطنين ديالها تيخدم الرقمنه. قالوا لي حنا ارتئينا باش نخليو المراكز فيزيك الاداره، لان كاين واحد المواطنين خصوصا المسنين اللي تيبغي عندهم تنهضر عليهم هما اللي تيفضلوا الورق، اللي تيفضلوا يمشيو للاداره ويهضروا مع الموظف، تيبغيوش الرقمنه فقط. حنا في اطار الشموليه، في اطار كاين اللي تيفضل الورق وكاين اللي تيفضل لي بروشور، بغيتيو تيليشارجيهم تيليشارجيهم، في اطار الشموليه اللي بغى يتيليشارجيها يتيليشارجيها واللي بغى ورقه ورقه، خلينا كلشي في اطار التيسير عليكم والتيسير على كل شيء. اما المضامين راها دارت رقميه وكاينه رقميه، في اطار التيسير ارتئينا يكونوا الرقمنه والورق.